صباحكم الله بالخير. العودة الأخيرة اليوم، سالفة اليوم بعيد عن التقنية. إذا كنت تبحث عن تقنية، إحنا خلصنا اليوم الجزء المخصص لسالفة اليوم بعيد عن التقنية. أنا كنت أشتغل مدة طويلة بحياتي، يعني أنا أيام الثانوية كنت أدرب النادي العلمي، الجامعة كنت مداوم دوام ثاني يعني جزئي، فكنت شغال. يعني كنت أظن أن الأمور يعني بشغلك الدؤوب والعمل الدؤوب هو اللي من خلالها تحصل عليه. المهم ان الفكره بان انا كان على بالي انك تاخذ اغلب الامور بمجهودك الكبير، هو رضا الوالدين والكلام هذا اوكي، بس انه اذا ما بذلت مجهود ما تحصل. المهم بذلت مجهود وكنت اداوم دوام وجامعه، بعدين تخرجت من الجامعه، عندي مجموعه من الدورات وعندي شهاده الجامعه، فخلاص يعني تعرف انت عندك طموح بان انت ممكن تحصل على شيء كبير. بشكل سريع تخرجت من الجامعه، كان في وظيفه تتطلب مني اني اكون حاصل على هذه الشهاده ورحت لها. يعني انا الحين عند نفسي ان انا جونجر قديم جونجر، يعني عند نفسي ان انا مقدم الكثير، يعني انا بجامعه وعندي سي في وتعبان على نفسي ورايح الوظيفه. دشيت عندهم فقال شنو تخصصك؟ فقلت له علاقات عامه واعلان. طبعا انا اعرف يعني شنو علاقات عامه، يعني شنو اعلان، يعني شنو تسويق، شنو مبيعات، شو فرق ما بينهم. يعني دارس تعبان، وانا اصلا خريج مكتبه جرير، ترى انا مو خريج جامعه الكويت، خريج مكتبه جرير. يعني تخرجت من جامعه الكويت ورقيا، بس انا اصلا دارس مكتبه جرير. انا ملاحظ ان سناب يقطع بعض المقاطع، فما ادري وين وصلت، خلني اشوف وارجع. رحت حق وظيفه، هذا ما جنيناه من دعائكم للمطر. رحت حق وظيفه، سلام ما يردون عليك السلام، لان تنكره هو تعب وهو يرد السلام، تنكره اصلا. تسلم ما تسلم، طبعا لازم تسلم، هو ما يرد عليك السلام، اذا انت ما سلمت ويلك. حق المقابلات هذه اللي انا ضربت فيها شوط طويل، ما في مكان ما رحت قابلت فيه، هو موجود يقزر عليك، ترى اغلبهم موجودين ياخذ بونس يقزر عليك. المهم رحت واحده من هذه الشركات، مكتوب مطلوب اعلام، رحت هناك قال شنو تخصصك؟ قلت له اعلام علاقات عامه واعلان بالنون. فقال لي صحافه يعني؟ قلت له لا، اعلام علاقات عامه واعلان بالنون وليس صحافه. قال لي يعني انت اعلام؟ قلت له قال يعني صحافه، سجلني صحافه غصبا علي على اساس امتحن. المهم تذكرت اسم من الاسماء موجود مدير بالمكان هذا، فقلت خلنا اروح له، يتوسط لي يدخلني ماركتينج، يعني يدخلني امتحان الماركتينج. رحت لبيتهم، كان رجل محترم وعاملني معامله جيده واستقبلني استقبال لطيف، مع انه كبير بالعمر يعني هو كبر ابوي. فقلت له والله يا عمي انا عندي طلب قانوني، انا رجال اعلام علاقات عامه واعلان، وجيت المؤسسه اللي انتم فيها وحطوني صحافه، وانا مالي مصلحه بالصحافه، فأبيك تغيرني تحطني ماركتينج. انا اقدر اجاوب بالماركتينج لان انا اعلام علاقات عامه واعلان، يعني في شيء يفهمه هناك، الصحافه شيء اخر. فقال لي يا وليدي تعرف فلان عضو مجلس امه عندنا؟ قلت له لا والله ما اعرف. قال تعرف احد يمون عليه؟ قلت له لا والله ما اعرف. قال تعرف احد يمون على احد يمون عليه؟ قلت له لا والله. قال لي الوظيفه ما هي لك. قلت له وين امتحان مهنيه وامتحنونا بدرجات واسبقيه وشروط قال يا ولدي احنا اصلا طالبين ماكينه جديده، المكاين القديمه ما نقدر نحط فيها 10 اوراق مدبسين، تخرب من الدبوس، فطلبنا ماكينه جديده تسوي شريد، يعني تقصص الورق بالدبوس ماله ما تخرب. هني قعدت افكر شلون الدكتور بالجامعه ذلني واهاني علشان جريد نازل ابي درجه علشان يزيد جريد، يعني جريد من 5 درجات، يعني محتاج درجة عشان يزيد جريد، فيمن عليك الدرجة علشان يضبط لك الجريد، كلمك بشكل قبيح. وقاعد أفكر أنا على الدرجة، وقعدت أفكر طبعا توك طالع من الجامعة، توك تمر بالصدمة، قعدت أفكر قاعد أقول إحنا الحين ندلينا بالجامعة، وأنا قاعد أشتغل، يعني قاعد أشتغل تقريبا من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 10 مساء، يعني أرجع بس أدور نوم، كل هالشغل والنينجا، جاي مقدم سي في وعلى أساس إن أنا يعني أفضل من أقراني، وإذا ما أعرف العضو فلان أوراق اللي أنا أحلها وأعصر مخي تروح شريدر. فقلت العملية بالشكل هذا يعني ما هي، هي ما هي مهنية وكفاءة، مع أن المكان هذا المفروض يكون فيه مهنية وكفاءة، هو بالشكل هذا لا، واللي فيه يكلمونك على أساس أنهم عظماء، وهم أصلا يعني أنا جيت وقت التوظيف عرفت شلون توظفت. فأنا يوصلني الأسئلة مالت الشباب اللي هي تخصصات الجامعة وشنو نتخصص، وإحنا أتذكر ماضيي هذا، أقول
يا اخي ما اقدر او شيء، انا ما انصح احد يعني، ما اقدر اقدم لك شيء لان انا عارف ان الواقع شيء وما اقدر اوقف طموحك يعني اقول لك لا تدرس، لكن الواقع شيء والاحلام والكذب اللي راح تشوفه بالجامعه شيء اخر. ودائما طبعا الجيل القديم يرى ان عانى صعوبات من الجيل الحديث، يعني على مستوى الاغنيه سابقا احنا علشان اذا عجبتنا اغنيه بالراديو ما نلقاها ولا نعرف كلماتها، صعب علينا يعني. الحين انت بسيرش بسيط تحصلها. هذه احنا كجيل قديم نشوف انها معاناه بالنسبه لنا وترف بالنسبه للجيل الجديد. فدائما الجيل القديم يشوف انه عانى وضحى، لا اقول لك على مستوى اغنيه، بينما الجيل الجديد تافه. فلما تروح حق هذا وتكلمه تقول انا تعبت بالجامعه، هو اصلا ما ويا جامعه، هو ماسك وظيفه ما ويا جامعه، ما يعرف الفرق لدرجه انه حطك صحافه، يشوف ان انت يعني ايش سويت انت جامعه، شنو يعني جامعه. او اللي ماخذها من شيش مصر، يعني يروح مصر يداوم مره بالشهر بالشيشه بياخذ شهاده، يقول شنو يعني بكالوريوس، شنو يعني، ويجي هني يتوظف الطريقه هذه، يروح لفلان عضو فلان احبك خشمك اذنك وياخذ الوظيفه. فانت لما تجيني تقول لي انا بتخصص اي تي، شنو التخصصات الممتازه اللي لها مستقبل؟ هو المستقبل انك تستثمر علاقه ممتازه بواحد يوظفك بعدين. طبعا هذا الكلام على مستوى الشعب، يعني انا قاعد اكلم شعب في ليفل اعلى، يعني في ليفل ما ينطر الوظيفه، في ليفل فلوسه جاهزه وشركات ابوه جاهزه وامواله جاهزه، يعني هذا الكلام اللي قاعد اقوله ليفل حيل نازل عليه، بس انا قاعد اكلم الشعب، يعني هذا كلام حق الشعب، يعني اظن ان انا من الشعب، يعني اظن. انا اسف اذا ما قدرت اقدم لك التجربه المناسبه في هذا المجال لان ما مرت تجربه جيده، لكني اشوف ان التخصصات العامة مثل الطب والهندسة والصيدلة اللي هي عالمية، اللي هي لو تطلع انت من دولتك اي مكان ثاني رحب فيك، اذا كنت رجل مبدع راح تثبت مجالك باي مكان. يعني انك اذا انت شايف ان انت قوي لا تتوجه للتخصصات الادارية. اما تخصصات شعب ادارة شنو علام تاريخ هذا كلام فاضي، هذا انت واسطتك. فلا تضيع وقتك بهالسكاريب، والله لا تضيع وقتك. اذا تقدر تروح هندسة لها كادر بالكويت مثلا او ما ادري عن الدول الباقية، مكان فيه كادر راتب عالي، لاحظ معي، لا اذهب الى طموحك، اذهب الى حلمك، اذهب لمكان فيه فلوس محترمة، ولما يقابلونك يقولك انت جاي للمكان هذا عشان فلوس، تقول لا انا اظن، طبعا الكلام الدبلوماسي الكذب كذب، تقول لا انا اظن ان العمل اللي راح اسويه راح يعطيني الاموال المناسبة لي، كذب كلام. هذيل اللي مقابلينك يكزرون عليك، يعني احنا نقيم الموظف واحنا عندنا فراسة، هذيل كذابين متعينين واسطة اصلا. فيا صديقي انا اقدر اقدم لك مجموعه كبيره من النصائح في مجال الاي تي على المستوى العالمي، على المستوى المحلي ما راح اقدم لك كثير. انت رجل شايف نفسك مبرمج عظيم، روح ام اي تي، روح امريكا تخرج من ام اي تي، قبل لا تتخرج اذا عندك مشروع ممتاز راح يتبنونك. اما بالنسبه للتخصصات الاداريه القديمه اللي اعلى منهج التسعينات، عموما مناهجنا قديمه، حتى المنهج المحدث ماخوذ من منهج قديم. يعني اذكر انا خذيت ماده الابتكار في الاعلان، ابتكار في الاعلان طبعة 72 مجدد طبعة 97، ابتكار كوكاكولا بال 77 نزلت حمله اسمها يلا بيبسي. والله يا جماعه بالشكل هذا، يعني انا اسف بس هاي التجربه اللي مريت فيها. بالتاكيد ان غيري راح يقول لك إيه النفط فلان نعرفه نكلمه لك، انت بس تخرج من مصر جيب البكالوريوس وانت وظف لنا الحمد لله، في بالشكل هذا، بس ما راح اقدم لك انا الطرح هذا. عموما لا اكمل انا، هذه تحتاج مجلس خاص والاجهزه فيها اوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.